اعتقد يأشرون الاخوان بالاستديو ان الضيف الثاني وصل. اهلا وسهلا. فرجاء ان تردين ورا شويه. بتطيحون انتم من اول الليله. تفضل. لا ان شاء الله ما راح اطول وقفتكم، هذا يعتمد على فراس. لا لا طالع لو سمحت. هذا يعتمد على فراستكم اثنينكم، الوقفه تطول تطول او تقصر فهذا يعتمد عليكم انتم الاثنين. كل واحد منكم راح يسولف مع الثاني وراح تحاولون تعرفون بعض. قوة اهلا، شلونك؟ والله الحمد لله. قول جملة طويلة. انت مطربة؟ انا؟ اي لا انا غنيت حولوا الناس الموجة. كيف؟ انا غنيت حولوا على قناة ثانية. يعني الأخت ممثلة؟ يعني وانت؟ والله حصة عفوا يبيش المخرج. لا رجاء. لحظة أنا عرفتها طبعا. طيب أنا أبغاك تغني. أنا اللي أبيك تغني. طيب أنا عازف عود وانت تغني. لحظة الضيف من السعودية ما؟ ما أدري عاد. انذلة من السعودية، اللهجة الحبيبة مبينة. الله اهلا وسهلا بالسعوديه واهلها. كذي وصلتي نص الطريق. قاعده اقرب من هني، ماكو شيء لا تطالعي. زين ممكن تغني عشان يمكن اعرفك؟ ما دام قلت عود بتغني. اي يعني اكيد انتم ما سمعتوني اتكلم، بس اكيد سمعتوني اغني. اكيد. ولكن انا نفسي اسمعك تغني. ها؟ لا يا معود. خلها بعدين. المهم خلها اعرفك اول. طيب ماشي. اغنيه من اغنياتي. وان شاء الله انك حافظها، اقل شيء تغني معايا. خليني اسمع اول. هم لازم يعرفك. اي. اشكي لمن منك ومن اللي تفعله، اشكي لمن، كم صحت في اذنك وكم راسي توطى لك ودن. عرفت. عرفت. عبد المجيد. يا هلا وسهلا. يا هلا في شانك، طول عمرك الله يخليك. انا عارف من اول. تسلم والله. انت فنانه كبيره طبعا، تعودنا على سماع صوتك. احنا بالنسبه لنا كذي هي سبقتك وهي اللي قالت اول. لا انا عارفها من اول بس حبيت يعني. الو حياكم الله في سيدي 300، تفضلونا في معكم. شكرا. وانا شايفه ضيفنا الفنان عبد المجيد عبد الله اسبقك. الظاهر قاعد يذهب لك اسئله، قاعد بالقلم وياي بواق. معليش اخت حياه، في سؤال بدي اسالك اياه. تفضل. مثلتي طبعا قبل رمضان مسرحيه سيف العرب. نعم. وايضا برمضان مسلسل طش. لا مو قبل رمضان، برمضان اللي فات. رمضان اللي فات؟ ايه. هذا اللي فات. لا اللي قبله. بعيد. سيف العرب؟ ايه. لا. لا عبيت في التجنيد. أوكي. قبل. أوكي. ماشي، لانه احنا شفناه قبل رمضان عموما. ورمضان مسلسل طش ورش ومسلسل سليمان الطيب. نعم. طيب متى عندك وقت تكتبي مسلسل الطيب؟ واعتقد انك مقصره بحق البيت. اولا سليمان الطيب هذا مكتوب صار له تقريبا يعني قبل الغزو كتبنا، الله لا يعيدك الايام اللي بالخير. كتبت منه 6 حلقات وكان على اساس مقرر انتاجه لرمضان. فكتبت منه 6 حلقات وصار اللي صار، فشلت الاوراق معي وطبعا اهملتها الفتره هذه كلها الطويله. بعد ما الحمد لله الله انعم علينا بالتحرير وردت الديره والحمد لله، بدات انبش باوراقي فلقيت سليمان الطيب وكنت حابه الموضوع فكتبته كملته. طش ورش طبعا انا ما انا كاتبته، انا ممثله فيه، مشاركه فيه كممثله، فكان جاهز وبعدين خلص قبل سليمان الطيب، قبل تصوير سليمان الطيب. الكتابه كنت اصور بالنهار واروح اخلص تصوير الساعه 10، اروح عاد اكتب لغايه الساعه تقريبا 2-3 بالليل، وفتره الظهر اذا صار ما عندي شيء اقعد اكتب.